طب خلاص شايلين نتيجتنا القصر. الميز العسكري ما عنده أي حل غير إنه يسلم هذه السلطة إلى سلطة مدنية. مصرفيين من بنك الخرطوم وضامنين الليلة مع أخواننا الشهداء وأخواننا المعتصمين. ايضا ليس لدينا اي سلاح اخر سوى هذا السلاح المدني، وحنستمر فيه ونمشي في خطوات في اتجاه الاضراب الشامل والعصيان المدني المفتوح حتى تحقيق مطالبنا بنقل السلطه الى سلطه مدنيه، وليس لدينا شيء غير ذلك.